مرحبا بكم اعزائي الطلبه في حلقه جديده من دوره تعلم اللغه الانجليزيه للصف الثالث متوسط المنهج الجديد. درسنا اليوم يونت 1 لسن 7، اليونت الاول الدرس السابع. عنوان الدرس Good Friends، اصدقاء جيدون. بالفقره الاولى، طبعا احنا متعودين تقريبا انه الفقره الاولى من كل درس يعتبر فقره كنشاط صفي. بالفقره الاولى شو يقول لي؟ يقول ريد تو ايميلز، اقرا الايميلات او الرسائل البريد الالكتروني ادناها. وهو منطيني مجموعه من الاسئله، هاي الاسئله راح يسالها الاستاذ داخل الصف كتحضير يومي، فراح ننتبه للايميل، نعرف شلون شنو المعلومات المتعلقه بهذين الايميلين، ونعرف شنو الاستاذ راح يسالنا وشلون راح نقدر نجاوب عنها، فانتبه وياي وشوف المعلومات اللي موجوده بهذه الايميلات. بالبدايه تو انتي امل، الى عمتي امل، سبجكت الموضوع، نيو سكول يير، عام دراسي جديد. دير انتي امل، عزيزتي عمتي امل، How are you? كيف حالك؟ I am now in third intermediate. أنا الآن في الصف الثالث متوسط. At school في المدرسة. And I am enjoying my lessons. وأنا أستمتع بدروسي. My best friend صديقتي المفضلة. At school في المدرسة. السالي. هي السالي. خلينا نجي نتعرف. ركزوا وياي. هذا الإيميل كاتبة منه؟ كاتبة بنية اسمها دينا. تتحدث عن صديقتها شو اسمها؟ اسمها سالي. هسه راح تبدي تحكي عن صفات سالي. She is really creative. سالي هذه جدا كرييتيف، مبدعة. So she likes the art. لذلك هي تحب درس الفنية. إذن what does سالي like؟ ما الدرس الذي تحبه سالي؟ تقول ليش تقول ليش she likes art. خاف يسألك الأستاذ داخل الصف. تحب درس الفنية art lessons أو دروس الفنية. She paints. هي ترسم really well. ترسم بشكل جيد. I want to learn and she said she will teach me. أنا أريد أن أتعلم وهي قالت لي بأنها سوف تعلمني. She is very helpful. هي محبة للمساعدة. إذا لحد الآن عندي صفتين السائل. أولا creative. Creative معناها مبدعة and helpful. ومحبة للمساعدة. She is good at art. جيدة في مادة الفنية. I said أنا قلت لها I will help her with her math. أنني سوف أساعدها بمادة الرياضيات homework أو واجب الرياضيات. She likes math. هي تحب الرياضيات but she is not very good at it. لكنها ليست جيدة فيه. إذن سالي تحب الرياضيات لكنها ليست جيدة فيه. هنا نستنتج استنتاج إنه دينا اللي هي كاتبة هاي الرسالة جيدة في مادة الرياضيات لذلك سأل زميلتها. سالي is very nice looking. سالي مظهرها جيد جدا but a bit short. لكن بعض الشيء قصير. طلاب اليوم راح نشرح موضوع جدا مهم اللي هو موضوع الوصف المؤدب. راح نلاحظ انه بعض الصفات السلبيه ما نقدر نوصفها مثل ما بالدروس السابقه تعلمنا الوصف. مثلا قلت طاها استول، طاها طويل. هذه الصفه صفه ايجابيه بقدر اعبر عنها بمنتهى الاريحيه ما عندي مشكله. لكن اكو بعض الصفات السلبيه لازم استخدم اسلوب خاص بالتعبير عن الصفات السلبيه أو بوصف الناس بالصفات السلبية. فهنا واحدة من الصفات السلبية إن هي شنو؟ شورت، قصيرة. فهي تتحسس تقول هي بعض الشيء قصيرة. فهنا استخدمت أسلوب مؤدب أكثر. راح نشوف إن شاء الله نشرحها بعد دقائق شلون نوصف الناس بطريقة مؤدبة. قالت هي بعض الشيء قصيرة. She's got very beautiful curly brown hair. لديها شعر بني مجعد جميل. احفظ الصفات. بني مجعد جميل. Beautiful curly brown hair. And dark brown eyes. وعيون بنية كبيرة. She is very kind. هي عطوفة جدا. And really good fun. وممتعة. She is also very friendly. كذلك هي ودودة. And I think we are going to be good friends. وأعتقد بأننا سوف نكون أصدقاء جيدين forever. للأبد. Email me soon. راسليني قريبا. دينا. اسم الشخص اللي داز الرسالة هو دينا. هسه عرفنا الإيميل الأول. النوب الإيميل الثاني تو يونس إلى شخص اسمه يونس دازة منه دازة زيد يعني اللي كاتب هذا الإيميل هو زيد يقول له هاي يونس مرحبا يا يونس there is a new guy in our class هنالك ولد جديد في صفنا he came into the school some last week جاء إلى المدرسة الأسبوع الماضي he is called أحمد يدعى أحمد he is really cool هو جدا مرح he is good at lots of things وهو جيد في الكثير من الأشياء He is really hardworking. وهو مجد. هسه عرفنا صفتين. أولاً cool. ثانياً hardworking.
زين سالم من يتذكر صفاتها. أولاً friendly ودودة kind عطوفة creative مبدعة إلى آخره. تعلمنا الصفات مال سالي والآن نتعلم الصفات مال يونس. وراها he's good at lots of things هو جيد في كثير من الأشياء. He's hardworking مجيد and knows a lot of maths ويعلم أو يعرف الكثير عن الرياضيات يعني قوي بالرياضيات. Science والعلوم and English واللغة الإنجليزية يعني قوي بالإنجليزي والعلوم وبالرياضيات. وراها he's also very sporty هو جدا سبورتي رياضي and really good at volleyball وجيد في رياضة كرة الطائرة. He was on my team and we won easy كان في فريقي وفزنا بسهولة. ليش فزنا بسهولة؟ لأنه هو جيد برياضة الفوليبول. He's funny looking مظهره مضحك. He's quite tall بعض الشيء طويل with short straight black hair وشعره أسود سرح قصير. He's clever هو شاطر and talkative شاطر وtalkative. talkative معناها ثرثار كثير الكلام. And really good fun وجدا مرح. And he's really kind too وكذلك هو عطوف أيضا. good fun ممتع مثل سالي وkind عطوف كذلك مثل سالي. إذا ذن الصفتين المشتركات بين وسالي. tell me your news أخبرني بأخبارك زيد. وأخيرا أنطاني اسم زيد. الآن الأستاذ راح يسأل هذه الأسئلة الشفوية بداخل الصف كتحضير يومي غير مهمة بالامتحان التحليلي والامتحان الشفوي لكن كتحضير يومي لما تروح المدرسة يسألك الأستاذ بداخل الصف على شكل تحضير هذه الأسئلة راح يسألك بداخل الصف. read the emails again أقرأ الإيميلات مرة أخرى. هو من الشخص منطيني سؤال يقول لي من هو is good at maths من الجيد في الرياضيات. ذكرنا بالقطعة أو بالمقطعين النصيين أن القوي بالرياضيات طبعا هنا راح نطلع لكم الأجوبة أن القوي بالرياضيات من خلال هذه الإيميلات هو أحمد. من هو أحمد؟ إحنا قلنا زين ذات رسالة اليونس ده يتحدث عن منه ده يتحدث عن شخص اسمه شنو؟ اسمه أحمد. إذا الشخص اللي يحكي عنه هاي الصفات كلها تابع على شخص اسمه أحمد. اللي بعدها number two has brown eyes من هو اللي عنده عيون جوزية. ذكرنا بالمقطع النص اللي عنده عيون جوزية هو سالي. سالي قبل دقيقة قلنا عيونها جوزية. بعد السؤال الثالث قال لي is friends with سالي من هي صديقة سالي. ذكرنا بالقطعة إن من هي صديقة سالي اللي تحكي عنها. صديقة سالي هي دينا. دينا ذات رسالة لعمتها تتحدث لها عن صديقتها سالي. is good at English من هو اللي جيد بالإنجليزي. قلنا إنه هذا الشخص اللي هو أحمد جيد باللغة الإنجليزية فقل له أحمد. بعد has short straight hair شعر من اللي أدى شعر قصير سرع نفسيته أحمد. قلنا إنه أحمد أدى شعر قصير short straight hair black hair شعر أسود قصير سرع. اللي بعدها talks a lot يتحدث كثيرا من هم من الشخصيات اللي تعرفنا عليهم يتحدث كثيرا. قلنا إنه talkative هذا أحمد شخصيته إنه talkative ثرثار يتحدث كثيرا. plays volleyball من هو اللي يلعب الفوليبول نفسيته هو أحمد اللي يلعب رياضة الفوليبول وجيد فيها. is friends with يونس من هو صديق يونس. شوف هنا أنا أقدر أقول أحمد باعتبار هو ده يتحدث عن صديقه وأقدر أقول زيد لأن هو ذا رسالة صديقة زيد. هذا أقدر أقول زيد وأقدر أقول أحمد. هذا ما يخص الفقرة الأولى من كتاب الطالب. هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحليلي والامتحان الشفوي. الأستاذ يقرأ الإيميلات ويحاول يسأل هذه الأسئلة الشفوية بداخل صف كتحضير يومي عن هذه الإيميلات. وراها تمين رقم واحد read the sentences about سالي and أحمد. اقرأ الجمل عن سالي وأحمد and mark them with T or F وأنه خلي لي أما T صح أو F خطأ نفس الفكرة. سنجي أول شيء على اليمن على سالي يقول لي she likes art lessons سالي تحب دروس الفنية صح لو خطأ. قلنا أنه سالي creative مبدعة وتحب دروس الفنية إذا نقول له true. she can paint really well يمكنها أن ترسم بشكل جيد. ذكرنا أنه هي مبدعة بالرسم أنا أقول لها true. she is not very helpful هي غير محبة للمساعدة. ذكرنا أنه من صفاتها أنه محبة للمساعدة أنا أقول لها false خطأ. she is good at maths هي جيدة في الرياضيات. قلنا هي تحب الرياضيات بس مو جيدة فيه لذلك هي صديقتها راح تساعدها أنا أقول لها false. she is very tall هي جدا طويلة. قلنا أنه من صفاتها أنه هي بعض الشيء قصيرة أنا أقول لها false. هو يقول لي طويلة أنا أقول لها false. She's got brown hair. لديها شعر بني. ذكرنا إنه سالي من صفاتها إنه شعرها بني صحيح. إنه بنجي على أحمد. He's good at maths and science. جيد بالرياضيات والعلوم. صح؟ نعم هذا الكلام صحيح. إنه هي جيد بالرياضيات والعلوم.
he can play volleyball well. يمكنه أن يلعب volleyball بشكل جيد. نعم ذكرنا أنه هو جيد جدا في رياضة volleyball. He has or his hair brown and curly. شعره بني ومجعد. هذا البني ومجعد مال سالم مو مال أحمد. إذا أنا أقول له false خطأ. من يذكر له عشان صفات شعره. صفات شعره straight black hair أو straight short black hair. شعر أسود قصير سرع وقصير. He has been at Zaid School for 6 months. موجود في مدرسة زيد منذ 6 أشهر. ذكرنا إنه هو الأسبوع اللي السابق اللي انضم للمدرسة. إذا أنا أقول له false. He is really good at fun. هو مرح جدا. نعم قلنا إنه صفات سالم وأحمد مرحين اثنين عندهم. He is a bit quiet. بعض الشيء هذا قلنا إنه من صفاته إنه talkative ثرثاء كثير الكلام. هو اللي يقول لي هذا. إذا أنا أقول له false. هذا ما خصت من رقم واحد. هذا التمرين كنشاط صفي يسلم الأسئلة الشفوية بداخل الصف كتحضير يومي غير مهم الامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. أما تمرين رقم اثنين يقول لك ركب فول سنتنسز. يقول لك أنت مو طلعت جمل خاطئة. هذين الجمل الخاطئة صحح لي يعني مثلا الجملة الأولى هي از نوت على ثاني شي از نوت فيري هيلفول. هي ليست محبة للمساعدة. ذكرنا أن هي محبة للمساعدة. أنا أقول لك شي از هيلفول. هي محبة للمساعدة. وراها يقول لي شي از جود ات ماث. هي جيدة في الرياضيات. أقول لا هي ليست جيدة في الرياضيات. أقول له she is not very good at maths. ليست جيدة جدا في الرياضيات. اللي بعدها she is very tall. هي طويلة جدا. هل صحيح كلام؟ لا هي قلنا a bit short. بعض الشيء قصيرة. أقول له she is a bit short. هي بعض الشيء قصيرة. عن الأسئلة عن أحمد فقط الجمل الخاطئة صححها. His hair is brown and curly. شعره بني ومجعد. ذكرنا إنه شعره سرح أسود قصير. إذا أنا أقول له she has وأحمد's hair is short قصير بعض الشيء وأقدر أكملها short black hair. اللي بعدها he has been at Zaid school for 6 months. أصبح أو كان في مدرسة زيد لا زال في مدرسة زيد موجود في مدرسة زيد منذ 6 أشهر. أقول له he has been at Zaid school last week. كان في مدرسة زيد أو تواجده في مدرسة زيد يعني أجى نقل لمدرسة زيد الأسبوع الماضي. الأخيرة he is a bit quiet. وبعض الشيء هادئ. قلنا إنه هو talkative كثير الكلام ثرثاء. بقول له he is talkative. هذا ما يخص تمرين رقم 2. كذلك هذا التمرين كنشاط صفي غير مهم للامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. لحد الآن كل ذن اللي أخذناه أسئلة شفوية يسألهن السالب داخل الصف كتحضير يومي أنشطة صفية غير مهم للامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. ننتقل إلى موضوع قواعدي جدا جدا مهم اللي هو موضوع البولايت ديسكريبشن الوصف المؤدب. طلاب احنا اخذنا الدروس السابقة طريقة الوصف. يعني على سبيل المثال ارد اقول عن شخص ما طويل اقول هي ستوب هو طويل. ارد اقول عني على سبيل المثال عيونه سوداء اقول هي هاز بلاك ايز لديه عيون سوداء الى اخره. هذا اللي اخذناه بالدروس السابقة. هذا يسموه الوصف العادي الوصف اللي يحمل صفات ايجابية. لكن بعض الاحيان انا اوصف شخص صفة سلبية لي. شلون اوصف شخص صفة سلبية بدون ما اجرح مشاعره؟ لازم أتبع طريقة مؤدبة لوصف هذا الشخص. على سبيل المثال من الصفات السلبية أو الصفات السلبية هي صفة الشورت قصير نعتبرها أو يعتبروها بالمنهج. فما أقول هي شورت. هسا قلنا إحنا سابقا لما أريد أوصف شخص من حيث الطول أقول هي تول هو طويل. هذا شيء إيجابي أقولها بمنتهى الأريحية. لكن لما أوصف شخص من ناحية الطول وهو قصير هذه صفة سلبية إيش أقول؟ ما أقول هي شورت هو قصير. هذا تعتبر طريقة غير مؤدبة بالوصف. لا عادش أقول استاذ بس حتى باللغة العربية ما أقول هذا غبي أقول هذا مو كلش ذكي. ما أقول هذا قصير أقول هو مو كلش طويل. إذا أتبع بطريقة مؤدبة أو أستخدم أسلوب مؤدب بوصف الصفات السلبية. شوف إن أنا شو يقول. يقول نستخدم موضوع الوصف المؤدب للأشخاص حيث لا يمكننا بعض الأحيان وصف الناس باستخدام صفات سلبية. نتبع فقط مع الصفات السلبية بصورة مباشرة. شنو الصفات السلبية؟ مثل lazy, stupid, ugly, bad إلى آخره. لذلك نحن نستخدم بعض الكلمات للتخفيف من تأثيرها على الآخرين حيث تكون بأسلوب مؤدب كما في الوصف الآتي. أنا شلون أوصف وصف مؤدب لشخص يحمل صفة سلبية؟ مبدئياً أنت لازم تعرف أنه بالامتحان يجيب لك جملتين. هسه ركزوا وياي على مود تفهم الصيغة. يجيب لك جملة بها وصف غير مؤدب. فأنت شو تسوي؟ لازم تسويها بالجملة الثانية تحولها إلى وصف مؤدب. وش يقول لي بين قوسين؟ يقول لي polite
description وصف مؤدب. انت الجمله الاولى يجب لك اياها جمله كامله جمله وصف غير مؤدب. الجمله الثانيه ينطيك بها تلميح معين. انت من خلال الجمله الاولى وتلميح الجمله الثانيه لازم تعرف الخمس قواعد، لازم تعرف يا قاعده من ضمن الخمس قواعد راح تطبقها على مود تحولها من جمله وصف غير مؤدب الى جمله وصف مؤدب. هسه نجي على اول قاعده. شو تقول؟ تقول اذا كانت الجمله الاولى ايش بيها؟ تحتوي على از زائدا صفه، والجمله الثانيه تحتوي على از، ايش راح اسوي؟ اللي راح اسويه راح اخليك اياه باللون الاحمر. القاعده اللي راح تتبعها راح تبكي اياه بالاحمر. ايش راح اسوي؟ راح تكتب ابد، تجيب من جيبك ابد زائدا نفس الصفه، يا صفه الصفه اللي موجوده بالجمله الاولى. ما افتهمت استاذ شلون يعني؟ يعني على سبيل المثال ايش قال لي؟ قال لي هي از فات. شنو معنى فات؟ فات معناها سمين. هو سمين، ما يصير اقول على واحد هو سمين او علي از فات، علي سمين، هذا وصف غير مؤدب. ايش اقول؟ اقول هو بعض الشيء سمين. الجمله الثانيه ايش قال لي؟ قال لي هي از فراخ. ايش يجيك بالامتحان؟ وش يقول لي بين قوسين؟ polite description وصف مؤدب. استاذ طه ايش قال؟ قال طاولة على الجمله الاولى، الجمله الاولى ايش بيها؟ بيها از زائد صفه، والجمله الثانيه ايش بيها؟ بيها از. تعال خلينا نتاكد، از زائد صفه بإز. الحل مالتي شلون راح يكون؟ اخلي من جيبي ابد زائد نفس الصفه، هذه ابد واجيب نفس الصفه اللي حلها لي اياها الفات انزلها. is a bit fat. ايش صارت الجملة؟ بالجملة الأولى قلنا بالوصف الغير مؤدب ايش قال؟ قال he is fat، هو سمين، هذا وصف غير مؤدب. قلت he is a bit fat، هو بعض الشيء سمين، أصبحت الجملة وصف مؤدب. ما بتهم أستاذ، أعطيني مثال آخر. على سبيل المثال قلت لك سهى is short، على سبيل المثال سهى قصيرة. ايش قلت لك؟ she is فراغ. يلا ايش قال لك؟ طبعا بين قوسين يقول لك باللايت سكربشن، ما يحتاج انا اعيد بالمنطوق اللي يجي بالامتحان، لازم تعرف ان بين قوسين دائما ايش يقول لك؟ يقول لك باللايت سكربشن وصف مؤدب، هذه احفظها باللايت سكربشن. يلا استاذ طه ايش قال؟ باول على الجمله الاولى، هاي الجمله الاولى ايش لقيت بها؟ لقيت بها از زائد صفه، لقيت از زائد صفه، والثانيه ايش بها؟ بها از، هاي انتهت الجمله الاولى بدات جمله جديده، لقيت بها شنو؟ لقيت بها از. ايش اخلي من جيبي؟ ابد زائد نفس الصفه، اجيب من جيبي ابيت زائد نفس الصفه، شنو الصفه؟ شورت، انزلها كما هي شورت. صارت الجمله بالوصف الغير مؤدب، قلت سهى قصيره، سويتها وصف مؤدب ايش قلت؟ قلت شي از ابيت شورت، سهى بعض الشيء قصيره او هي بعض الشيء قصيره، اصبحت جمله وصف مؤدب. بس القاعده الاولى بسيطه، الجمله الاولى الوصف الغير مؤدب اللي يجي بها الامتحان بها از زائد صفه، والجمله الثانيه از، ايش اخلي؟ اخلي من جيبي ابت ونفس الصفه اللي انطانيها اجيبها. القاعده الثانيه شو تقول؟ ركزوا يا طلاب، شوف القاعده الثانيه شو راح احلها. تقول ثانيا اذا انطاني بالامتحان الجمله الاولى ايش بيها؟ بيها از زائدا صفه. اوقف استاذ، شو نفس الكلام؟ نعم نفس الكلام، لكن الثانيه راح تختلف. والجمله الثانيه ايش بيها؟ بيها ازنت. ذيك كانت انتبه لي، خلينا نرجع. الزاد صفه بس الزاد صفه بس. بهاي الحاله شو نسوي؟ الحل هم باللون الاحمر، شو نخلي؟ نخلي very زائدا صفه معاكسه. زين، شنو يعني صفه معاكسه؟ هنا لازم نحفظ المعاكسات اللي اخذناهم بالدروس السابقه. ما تقدر تحل هذا النوع من الصيغ اذا ما حافظ المعاكسات. شلون يعني؟ على سبيل المثال جابني بالامتحان قال لي شي از، نفس المثال ناخذه بس نحوله على هاي الصيغه، شي هي از فات مثلا، هي از او شي از فات، هاي الجمله الاولى. الجمله الثانيه شي ازنت فراغ. سؤال لكم موجه، شو يجيب لك بين قوسين على ما تعرف ان هذا الموضوع الوصف المؤدب؟ بولايت ديسكربشن، احفظها الوصف المؤدب. يلا استاذ طه ايش قال؟ قال باول على الجمله الاولى، هاي الجمله الاولى ايش لقيت فيها؟ از زائد صفر.
والجملة الثانية ايش لقيت فيها؟ لقيت فيها isn't. عند الحل شو نسوي؟ نخلي بريء. زاد الصفة isn't، نخلي بريء. زاد الصفة معاكسة. شنو عكس الفات؟ فات سمين عكسها thin نحيف. صارت الجملة بالوصف الغير مؤدب قال she is fat، هي سمينة. هذا غير مؤدب، وصف غير مؤدب. ايش قلت له؟ قلت له she isn't very thin، هي مو كلش ضعيفة. يعني شنو معناها؟ معناها شوية سمينة. أصبحت الجملة وصف مؤدب. مثال آخر، قال لي أحمد is short، نفس المثال، أحمد قصير. He isn't فرعون. ساطعش قال تملون إيش بيها؟ الزاد صفة. والجملة الثانية إيش بيها؟ بيها isn't. الزاد صفة isn't. شخل أخلي very. زاد صفة معاكسة، عكس كلمة short شنو؟ شورت قصير عكسها طول طويل. صارت الجملة هو أو أحمد قصير، هذا وصف غير مؤدب. أحمد ليس جدا طويل، مو كلش طويل، يعني شنو معناها؟ معناها قصير. إذا وصفت الطريقة مؤدبة. هسه النقطة الأولى، إذا لقيت إز زاد صفة بإز تخلي أبد زاد نفس الصفة. إذا لقيت إز زاد صفة بإزنت تخلي باري زاد صفة معاكسة. القاعدة الثالثة شو تقول؟ تقول إذا لقيت بالجملة الأولى، هاي الجملة الأولى إيش لقيت فيها؟ لقيت فيها كانت زائدا فعل. والجملة الثانية إيش لقيت فيها؟ لقيت فيها كانت. شو تسوي عند الحل؟ شلون تحلها بهاي الطريقة؟ تقول الفعل تنزل الفعل كما هو، هذا الفعل تنزل لي زائدا very well. ما افتهمت استاذ شلون يعني؟ يعني على سبيل المثال جاب لي بالامتحان قال لي he can't swim، هو لا يستطيع السباحة. هذا الشيء يعتبر صفة سلبية، إنه واحد ما يعرف يسبح. طبعاً إحنا بدنا نحكي على المنهج، إن المنهج يقرر أو يقول إنه الواحد إذا ما يعرف يسبح فهذا الشيء يعتبر صفة سلبية. فيقول لك he can't swim، ما يعرف يسبح، ما يقدر يسبح. he can't فراغ. أعيد وأكرر، شو يقول لي بين قوسين؟ يقول لي polite description، وصف مؤدب. استاذ طه ايش قال؟ قال هالمره ضاوع لي على الجمله، ايش لقيت؟ لقيت كانت زاد الفعل. والثاني ايش لقيت بها؟ لقيت بها كانت. كانت زاد الفعل بكانت. عند الحال شو نخلي؟ نخلي الفعل نفسه اللي هو شنو؟ swim. زائدا اجيب من جيبي شنو؟ very well. صارت الجمله. هي كانت swim، لا يستطيع السباحه، ما يعرف يسبح، ما يقدر يسبح. هي كانت swim very well، لا يستطيع أن يسبح بشكل جيد. أصبحت جملة وصف مؤدب. نأخذ مثال ثاني على سبيل المثال، إيش قال لي؟ قال لي she can't sing، لا يمكنها الغناء أو لا تستطيع الغناء. she can't فرح، نفس الفكرة. إيش لقيت بالجملة الأولى؟ can't زاد الفعل. والجملة الثانية can't، شخلي إذا can't بكانت شخلي أخلي الفعل نفسه اللي هو شنو؟ sing. زاد أنا أخلي من جيبي very well. صارت الجملة هي لا تستطيع الغناء، هي لا تستطيع الغناء بشكل جيد. أصبحت جملة وصف مؤدب. النقطة الرابعة أو القاعدة الرابعة شو تقول؟ تقول رابعا، تقول إذا انطاني بالجملة الأولى شنو؟ can't، وانطاني بالجملة الثانية، طبعا هم متفقين can't زاد الفعل، والجملة الثانية بيها شنو؟ isn't. عند الحل شو تسوي؟ ركزوا وياي. عند الحل اخلي very good at زائد هذا الفعل اجيبه فعل شو اخليه؟ اخلي له ing. ما فهمت استاذ شلون يعني؟ يعني على سبيل المثال ناخذ نفس المثال، ايش قال لي؟ قال لي he can't swim، بس هالمره ما قال لي he can't، قال لي he isn't. هذا الفرق بيناتهم. ايش قال استاذ؟ قال لي كانت بفعل اب ازنت، كانت بفعل اب ازنت. شو نخلي؟ اخلي فيري جود ات من جيبي اجيبها، فيري جود ات زاد من الفعل هذا السوين شو اخلينا؟ اخلينا اي ان جي، اخلينا اي ان جي وانزلها. شي ازنت فيري جود ات سويمينج، هو لا يستطيع السباحه، هذا وصف غير مؤدب، هو ليس جيد جدا في السباحه. أصبحت جملة وصف مؤدب أكثر. نفس الفكرة، أريد الحل هذه، بس هالمرة ما لقيت كانت، لقيت إزنت. She can't sing، she isn't.
اخلي فيري جود ات اجيب من جيبي فيري جود ات زاد السينج شو اخليها اخليها يجي شي زين فيري جود ات سينج ليست جيده جدا في القاعده الخامسه والاخيره شو تقول تقول اذا لقيت بالجمله الاولى شنو لقيت بالجمله الاولى باد ات واسم والجمله الثانيه شو لقيت فيها لقيت فيها اسنت شو تخلي تخلي من جيبك very good at زائد ان الاسم ينزل كما هو انا very good at ونخلي فعل بي اي ان جي انا very good at والاسم هذا انزله بدون اي اضافه يعني على سبيل المثال ايش قال لي قال لي she is bad at maths هي سيئه في الرياضيات مو زينه بالرياضيات she isn't فرح قال قال اذا لقيت بالجمله الاولى شنو bad at واسم والجمله الثانيه بي لقيت فيها شنو لقيت فيها isn't شو اخلي اخلي very good at والاسم ينزل كما هو اللي هو الماتس هو ليست جيد هي ليست جيده جدا في الرياضيات هي سيئه في الرياضيات هذا وصف غير مؤدب شو اقول انا ارد اسوي الوصف مؤدب هي مو كلش قويه بالرياضيات ليست جيده جدا في الرياضيات اصبحت جمله وصف مؤدب اكثر ناخذ مثال اخر ننتقل للصيغ اللي جايه بالامتحانات الوزاريه للسنوات السابقه ايش قال لي قال لي على سبيل المثال هي از باد ات فوتبول هو جاي سيء في الفوتبول سيء في كره القدم هي isn't فرع شلون تحلها بنفس الطريقه ايش لقيت لقيت bad at واسم bad at واسم ولقيت الثاني بها isn't ايش انزل انزل very good at والاسم شنو اللي هو الفوتبول ينزل كما هو الى اخر الجمله اذا اصبحت جمله وصف هو ليس جيد هو سيء في كره القدم هو ليس جيد جدا في كره القدم مو كلش قوي في كره القدم هذا ما يخص الملاحظات الخمسه او القواعد الخمسه حاولوا تحفظوهن يلا تنتقلون للصيغ اللي جايه بالسنوات السابقه عن موضوع الوصف المؤدب هذا الموضوع طلاب كلش مهم كلش هواي متكرر بالامتحان الوزاري راح تشوفون كلش هواي امثله وزاريه للسنوات السابقه حاولوا تحفظون القواعد يلا تحاولون تختبرون نفسكم بحل هذه الجمل هسه ايش جايبني هاي جمله اولى وهاي جمله ثانيه ايش قال لي قال لي polite شنو polite وصف مؤدب او مؤدب بشكل عام يعني دي يقول لي هاي جمله وصف غير مؤدب بدك تسوي لها جمله وصف مؤدب اولا الجمله الاولى ايش لقيت فيها لقيت is زائدا صفر والثانيه is نرجع خاف ناسيها او خاف بعد ما مراجعها is زائدا صفر if is ايش اخلي a bit زائدا نفس الصفر شوف راح اتعامل وياها اخلي a bit من عندي a bit زائد نفس الصفر شنو الصفر مالتي short a bit short صارت الجمله she is short هي قصيره هذا وصف غير مؤدب she is a bit short هي بعض الشيء قصيره طبعا الافضل ان تعيدون كتابه الجمله بشكل كامل she is a bit short هي بعض الشيء قصيره لان انت بالامتحان عندك دفتر مو تجاوب على ورقه الاسئله فتعيد كتابه الجمله بشكل مؤدب الجمله الثانيه is زائد صفر والثانيه شنو is نفس الكلام نزل الجمله الثانيه هي is شو اخلي من جيبي a bit هذه الاي بت نزلتها من جيبي زاد نفس الصفر شنو الصفر ليزي صارت الجمله هي از ليزي هو كسول هذا وصف غير مؤدب اريد اسوي وصف مؤدب هي از بت ليزي هو بعض الشيء كسول الجمله اللي بعدها هي از فات هو سمين از زائد صفر والثاني بها از اخلي اي بت زاد نفس الصفر هو اصلا حاط لي اياها نفس الصفر فات شوف هنا انا انزل الجمله كامله هي از ا بت فات هو سمين هذا وصف غير مؤدب هي از ا بت فات هو بعض الشيء سمين اصبحت الجمله وصف مؤدب اكثر شي از باد ات ايش لقيت باد ات الباد ات ملاحظتها واحد باد ات واسم واسنت ايش اخلي فيري جود ات والاسم باد ات واسم وش لقيت؟ لقيت شوف انا طلع المنطوق هالمره شوفوا الاخوان حاط لي المنطوق حاط لي بين الجملتين هاي جمله وصف غير مؤدب وهذه جملة وصف مؤدب والمنطوق حاط لي بين الجملتين أنا ما أخذ هاي السالفة خاف يجيب لي إيش لوفة الجملة الوصف مؤدب لقيت فيها إز شنو الحل شنو الطريقة اللي تبعها عند الحل تذكروها
إيش قال؟ خلنا نرجع راجعها. إيش قال؟ قال very good at زاد النفس بس أنزل من جيب very good at زاد النفس الاسم الاسم وينه؟ هذا volleyball volleyball. طبعا أنت إذا تريد تعرف الجملة من البداية she isn't تقول she isn't very good at volleyball لأن إحنا دائما قلنا إنه إذا bad at الثاني لازم ما تكون is لازم تكون شنو isn't هو مطلع لفظ صغيرة قال لك أنا هالمرة دير بالك حاط لك is خليها أنا شو خليها isn't أو خليها not أنا مصدر جملة من فيها صارت الجملة she is bad at volleyball هي سيئة في الفوليبول هي ليست جيدة في الفوليبول الجملة اللي بعدها سامر أو سمير is fat إيش لقيت is زاد صفر الجملة الثانية سمير شوفت أنا هالمرة ما خلي لا is ولا إزين شوفوا طلاب نرجع للملاحظات القاعدة الأولى شو تقول تقول إز زاد صفة بإز والقاعدة الثانية شو تقول إز زاد صفة بإز هو مطيني بس الإز زاد صفة هنا أنا يقول لك أنت كيفك تريد تطبق القاعدة الأولى أو الثانية نرجع خلنا نشوف شو نطبق القاعدة الأولى أو الثانية القاعدة الأولى شو تقول إز هاي الإز نزلتها زاد أبت هذه الابيت نزلتها زاد نفس الصفر شنو الصفر فات او سمير زبت فات او هي زبت فات هو بعض الشيء سمير اصبحت جمله وصف ماده او اتبع الجمله الثانيه والطريقه الثانيه اقول هي اخلي شنو اخلي isn't اخلي isn't هاي هي isn't زائدا انتبه very وصفه معاكسه شنو عكس فات عكسها thin صارت الجمله سمير سمين هذا وصف غير مؤدب ايش قلت قلت هو بعض الشيء سمين او ليس جدا نحيف مو كلش نحيف يعني هو سمين بس وصف مؤدب اكثر تريد از باد ايش قلت باد ات هو اسم اخلي اسم زائدا فيري جود ات حسب القاعده الخامسه زائد نفس الاسم ينزله انجلش نفس الفكره فريد سيء في اللغه الانجليزيه هو ليس جيدا او ليس جيد جدا باللغه الانجليزيه ساره از باد ات انجلش نفس الفكره بس ان انا فريد ان انا ساره اخلي isn't very good at والاسم شنو انجلش انزلها كما هي الجمله اللي بعدها she is bad at physics نفس الشيء bad at واسم اقول isn't very good at والاسم شنو؟ physics نفس الفكرة بس المواد يغيرها ايش قال لي؟ قال لي سارة سيئة في الفيزياء هي ليست جيدة جدا في الفيزياء مو كلش قوية بالفيزياء اللي بعدها him is bad at history bad at واسم شخن isn't very good at والاسم شنو؟ history اللي بعدها هي نفس الفكرة هند سيئة في التاريخ هي ليست جيدة جدا في التاريخ شوف هنا طلاب زيد is unfriendly زيد غير ودود أنا ما مطلع جملة ثانية بس قال لي شنو make the sentence more polite سوي الجملة أكثر أدبا يلا بما أنه قال لي is زائد صفر وما مطلع جملة ثانية فيقول لي كيفك تطبق القاعدة الأولى والثانية طبقوا لي القاعدة الأولى شو تقول تقول زيد يعتبر هو الفاعل زيد اخلي له اس باعتبار الجمله الثانيه بها اس زائدا ابيت هذا الابيت جبته من جيبي زائدا نفس الصفر ان فريندلي صارت الجمله زيد غير ودود زيد بعض الشيء غير ودود تبقوا القاعده الثانيه هذا زيد اخلي له شنو هالمره القاعده الثانيه خفتوا ناسيها تعالوا وياي يعني. القاعده الاولى شو تقول تقول أبت زاد نفس الصفر إز وأبت نفس الصفر والثانية إزنت فيري وصفة معاكسة احفظوا تعالوا وياي على الحل إز وأبت نفس الصفر إزنت وفيري وصفة معاكسة عكس unfriendly unfriendly غير ودود شنو عكسها؟ عكسها friendly شنو معنى friendly؟ ودود صارت جملة هو ليس ودود بعض الشيء يعني هو كل مو كلش ودود إذا هو غير ودود، إذا هو وصف مؤدب أصبحت جملة وصف مؤدب أكثر. أمثلة إضافية. He can't drive. الجملة اللي لقينا بالجملة الأولى. Can't وفعل مجرد.
والجملة الثانية إيش لقيت فيها؟ كانت هذه ما ماخذيها أو ما صادف لي مثال عليها. كانت بكانت، كانت بكانت. شخل فعل زاد very well. أجيب من جيبي فعل أو الجمل الفعل نفسه أنزله، هذا الدرايف أنزله زائد شخل من جيبي very well. تريدون تنزلون هاي الجملة؟ he can't drive very well. أنت الحل المركز مالتك هو هذا اللي بطلتك إياه باللون الأحمر. إيش قال؟ قال هو لا يستطيع السياقة، ما يعرف يسوق. هذا الشيء صفة غير مؤدبة، هذا وصف غير مؤدب. إيش قلت؟ he can't drive very well. هو مو كل شيء يعرف يسوق، أصبحت جملة وصف مؤدب أكثر. can't isn't. إذا can't isn't رجع هاي ملاحظة. can't isn't. هذا can't can't. وهذا كانت بزد. خلي very good at والفعل شو أخلي له؟ أخلي له ing. very good at I she isn't. very good at والفعل شو أخلي له؟ أخلي له ing. paint أخلي له ing. فشوفوا أنا لما أحلها هنا مثلا أقول very نفسي أطرح عليها هنا good at painting. إيش أقول لك وياها؟ أقول لك نزل نزل الجملة الثانية وياها she isn't. خاف ما واضحة عندكم الفكرة. she isn't very good at painting. هو ليست هي ليست جيدة في الرسم. هي ما تعرف ترسم، هذا وصف غير مؤدب. هي ليست جيدة جدا في الرسم، أصبحت جملة وصف مؤدب أكثر. she can't play. can't فعل والثاني شنو؟ isn't نفس الفكرة. isn't موجودة very good at والفعل play شو أخلي له؟ أخلي له ing. playing تنس إلى آخره. الجملة اللي بعدها is زائد صفة is زائد صفة بس شخلي أخلي a bit زائد نفس الصفة اللي هي شنية lazy. نعم he can't sing. can't can't نفس الفعل اللي هو شنو sing زائد very well. أصبحت جملة وصف مؤدب أكثر. هذا كل ما يخص موضوع الوصف المؤدب. كل شوية أخذنا عليه أمثلة بخمس قواعد. حاولوا تحفظون هذه القواعد، كتبوها بالدفتر وتحفظوها. تدربوا نفسكم على الأمثلة الإضافية والأمثلة الوزارية. وكذلك أكو تمرين كتاب النشاط اللي هو تمرين رقم 3 صفحة شقد كتاب النشاط صفحة 17 من كتاب النشاط. هذا التمرين تمرين مهم جدا. من الممكن يجيب لي أحد هاي الجملة من الامتحان التحريري ويقول لي سوي لي جملة وصف مؤدب نفس الفكرة. he is stupid. is هذا صفة والثاني شبيها بها isn't. شنو الحل؟ أقول very زاد صفة معاكسة. stupid معناها غبي. شنو عكس غبي؟ clever شاطر أو smart ذكي نفس الفكرة. he is stupid هو غبي، هذا وصف غير مؤدب. he isn't very clever هو مو كل شاطر، أصبح جملة وصف مؤدب أكثر. he is lazy هو كسول. is زاد صفة. it is شوف هنا أنا هم أنا منطلي نفسيتها نفس الصفة. إذا أنا فقط شخلي a bit زاد نفس الصفة، هو أصلا نزل نفس الصفة فما يحتاج بعد ننزلها مرة ثانية. can't isn't شخلي very good at زاد شنو الفعل خلي له ing singing. هي she isn't very good at singing. هي ليست جيدة جدا في الغناء، هي لا تستطيع الغناء، هذا وصف غير مؤدب. هي ليست جيدة جدا في الغناء. he can't paint ما يقدر يرسم، هذا وصف غير مؤدب. he can't نفس الفعل نزله paint زائدا very well هو لا يستطيع أن يرسم بشكل جيد جدا. اللي بعدها bad at بإسم وخلاه لي isn't، فأقول له very good at زائدا الاسم نفسيته football. أصبحت الجملة she is bad at football هي سيئة في كرة القدم. she isn't very good at football هي ليست جيدة جدا في كرة القدم. إز زاد شنو صفة. لكن هالمرة شوف طلاب شو مسوي منطيني صفة معاكسة. نرجع على القواعد، من يتذكر شو وقت نخلي الصفة المعاكسة؟ هاي الصفة المعاكسة. إذا شو يريد؟ يريد نطبق القاعدة الثانية. نرجع شلون أعرف متى الصفة المعاكسة ستار؟ بالك وياي إيش قال؟ boring ممل fun ممتع. إذا الصفات معاكسة، إذا من الصفات معاكسة إيش أخلي قبلها؟ أخلي بري. وننتبه احنا مو طينا صفه معاكسه، اذا الاز لازم شو تصير؟ isn't. اتاكد من هذا الكلام. نرجع الصفه المعاكسه وينها؟ هذه الصفه المعاكسه لازم شنو؟ لازم عندي isn't مو عندي is. هو محدد لي بالصفه المعاكسه ب
فلازم is and فيها. بس صارت she isn't very much fun. She is boring. هي مملة. هذا وصف غير مؤدب. She isn't very much fun. هي مو كلش ممتعة. مو كلش مريحة. He is unfriendly. هو غير ودود. Is it is. ما مطيني صفة مرادفة أو معاكسة. فأقول له bit بعض الشيء unfriendly نفس الصفة. بعض الشيء غير ودود. هو غير ودود هذا غير وصف غير مؤدب. هو بعض الشيء غير ودود. أصبحت جملة وصف مؤدب أكثر. هذا ما يخص كل ما متعلقات أو كل ما يتعلق بموضوع الوصف المؤدب. مثل ما وضحنا هذا الموضوع وزاري مهم جدا. لاحظنا إنه قد نتكرر الوزاري وهاي منطيني أمثلة عليها. هارو سجلون هاي الملاحظات بدأت تحفظوها لأنها مهمة جدا للامتحان التحريري. باقي الأشرطة الأشرطة الصفية غير مهمة للامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو. أي سؤال أو استفسار أو ضابط تحبون تقدموها تقدرون توصلون على حسابات الموجودة في الفيديو في الوصف.